السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ الحلقة بتاعت النهاردة هتتكلم عن ايه؟ هنعمل مع بعض كده اشغال يدوية، حاجات بسيطة هنعمل مع بعض برواز من لا شيء. يلا بينا نبتدي. بصوا معايا ايه، دي صور انا مقصاها من مجلات ومن كتب قديمة، هنعمل بيها براويز تحفة جدا. تمام، طيب في كمان هنا ايه معايا ايه هنا معايا برضو دي صورة اهي، ومعايا دي حتة خشبة ابلكاشة كده، دي كانت فايدة عندي، ومعايا برضو شوية خشب، فانا قلت استفاد منهم واعمل منهم براويز جميلة. يلا بينا نبتدي مع بعض نشوف هنعمل ايه. بصي بقى، دي كانت بتاعت اجندة، خلاص بتاعت تليفونات بتاعت زمان اهي، وبايظة، فانا ما حبيتش ان انا ارميها لان هي اللي جواها كرتون نص بيان، فهو حاجه محمله، فانا قلت هستفاد بيها. هي الخلفيه بتاعتها اهي سودة، خلاص فهحط عليها ايه، هلزق عليها البنوته ديت، هلزقها عليها علشان خاطر اصلا دي طالعه اليومين دول موضه جدا. خلاص يلا بينا بقى نلزقها مع بعض. اول حاجه هنعملها هنجيب المقص بتاعنا وهنبتدي ان احنا نقص فيها، خلاص هقص فيها كده بالتساوي بحيث ان انا ما يكونش عندي اي زوايد، هقصها وارجع لكم على طول. بصوا بقى انا قصتها، خلاص ادي كده ده الشكل الاولاني، وده معايا كده ايه الشكل التاني اهو اللي احنا قصناه. عندك بقى اي نوع من انواع اللزق او صمغه او اي حاجه براحتك، هتقدري تلزقي بيها، بيلزق معاكي الورق الزقي. انا معايا مسدس شمع هنا فانا قلت هستخدمه، وايه وابتدي ان انا الزق عليه الصوره بتاعتي. انا حطاه يسخن اهو، فهحط بس كده ايه حاجات بسيطه منه اهو، وهبتدي ان انا الزق الصورة بتاعتي ديت. لزقت الصورة بتاعتي بالشكل دوت، بس اخلي بالي ان الحواف بتاعتها تكون كلها ملزوقة كويس، يعني هنا كده الحواف بتاعتها مش ملزوقة كويس، فانا هبتدي ان انا الزقها. بصي بقى انا كان معايا حلق، خلاص الحلق ده ابتدى ان هو خلاص يصدي بالشكل دوت، فانا هعمل ايه، هروح قصاه، هقص من هنا كده، وبعد ما اقصه هقولك انا هعمل بيه ايه على طول. وكده خلاص انا عملت ايه، انا كده خلاص قصيت الطرف اللي هو بتاع الحلق، وهقولك بقى هنعمل ايه. شايفه هنا كده شعرها، هبتدي ان انا احط ايه، احط الفصوص دي هنا كده، وهتديني ايه، هتديني شكل حلو ليها. نحطها هنا كده عند التحتيه بتاعتها، هلزقها بايه، هلزقها بالمسدس الشمع بتاعي وارجع لك تاني. وده كده شكلها، ده كده شكل الحلق بعد ما انا عملت ايه، لزقته كده في شعرها كانه ايه فصوص، هتدي شكل حلو قوي. طيب كان عندي هنا دي برده توكه كانت قديمه قوي، كانت بتاعت بنت اختي وانا خدتها منها، هقول لكم بقى احطها ازاي عشان تديني شكل حلو برده وانا حاطها. بصي بقى انا حطيت كده ايه الفيونكه دي، المفروض هي تبقى محطوطه في شعرها، بس انا حطيتها في الاول خالص كده، هي برضو شكلها مش وحش. كان برضو عندي ستاند دوت، الستاندات القديمه، فانا عملت ايه، هروح جايبه بقى الستاند دلوقتي، وهروح حطاها كده عليها بالشكل ده. ثانيه واحده اظبطها. بصي بقى ده كده الشكل النهائي بتاعها، تقدري تحطيها على التسريحه بتاعتك، تحطيها على اي كومودينو من بتاع ولادك، شكلها عسول جدا. وبعدين ايه، دي صوره انت قصاها من اي مجله اي ورقه، يعني بصي اي حاجه تحس ان شكلها حلو تقدري ان انت تستخدميها. وبعدين احنا لزقناها ايه، لزقناها على يعني ورقه بتاعت اجنده من لا شيء يعني. خلاص تيجي نعمل بقى شكل تاني، يلا بينا. بصي بقى ده برواز كان عندي، خلاص وكان فيه صورة من الصور القديمة، فانا حبيت ان انا استغله. هعمل ايه، هروح قلبها بالشكل دوت، وبعدين هختار مثلا اي صورة من الصور اللي انا قصها. بصوا يعني حاجة من بتاعت المجلات، فانا هعمل ايه، هروح حطها بالشكل ده كده، وبعدين هختار مثلا واحدة تانية، اختار مثلا معاها
حاجه زي دي. دي مثلا انا كنت قلت هحطها هعملها زي برواز كده في الحمام، بنوته كده بتاخد شاور. بس انا هديكوا بس كده ايه الفكره الاول، وانتوا ايه اللي حابين تطبقوها في اي حاجه انتوا عايزينها اعملوها. وبعدين هروح قافله عليها كده اهو، واقفل البرواز بقى بتاعي واوريكم الشكل النهائي بتاعه عامل ازاي. بصي بقى ده شكلها النهائي اهو، هحطها اهي كده عشان تشوفيها. بصي يعني حاجه عسل قوي قوي قوي. تقدري ان انت بقى تعملي كده كل الاشكال اللي طالعه اليومين دول موضه، انت تقدري ان انت موجوده على المجلات، موجود في قصص، موجود في كتب الانجليش بتاعت ولادنا، حاجات من دي، حاجات كتيره جدا. قصقصي اللي انت عايزاه وحطيه في المكان المناسب اللي بيعبر عن الصوره. هل ده مثلا ينفع في الحمام، ينفع تحطيه في اوضه النوم، تحطيه في الليفينج، في اوضه الولاد بتاعتك، هتحطي حاجات هتكون مناسبه بالنسبه لك. تمام، اذا عجبتك الفكره بتاعت النهارده ما تنسينيش بقى في اللايك وفي الشير وفي الاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.